أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة كلها يا الله لك الحمد على نعمة لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور في حياتنا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا لك ذكارين لك ذكارين لك ذكارين وإليك منيبين وبك مؤمنين وإليك مسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا مسلمين المستضعفين في سوريا اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم ما لنا غيرك يا الله ما لنا غيرك يا الله اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا في اليهود من عجائب قدرتك اللهم أرنا في الرافضة من عجائب قدرتك اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في رهنا اللهم عليك بأعدائك اللهم عليك
بالرافضة فإنهم لا يعجزونك. اللهم علمت أنهم يفسدون في الأرض ويقتلون الناس بغير حق ويذبحون أبناء المسلمين ويغتصبون من نساء المسلمات ويؤذون أطفال المسلمين، فانتقم منهم يا الله، فانتقم منهم كما انتقموا منا، وأهلكهم يا الله، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم اشدد وطأتك على الرافضة وعلى الظالمين، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. اللهم العن كفرة من أهل الكتاب، اللهم العن كفرة من اليهود، اللهم العن كفرة من الرافضة، اللهم العن كفرة من البوذيين. اللهم قصدناك يا